برحب بيك من جديد كابتن هيثم وضيوفك الكرام نجوم مصر كابتن احمد زكريا وكابتن ممدوح اسماعيل، ومستمرين في تغطيتنا الخاصه والحصريه المميزه مع حضرتك ومباراه الاهلي والاتحاد في قبل نهائي كاس مصر لكره الطايره. ونروح بقى الروزان ونعرف منها الارقام والاحصائيات والفرقتين وصلوا ازاي للدور قبل النهائي. برحب بيك في البدايه كابتن هيثم، وبرحب بضيوفك الكرام، برحب بزميلي طبعا توفيق اللي بيغطي معايا المباراه النهارده. طبعا النهارده بيتاهل فريق الاهلي الى نصف نهائي كاس مصر الكره الطايره، طبعا بعد الفوز على الترسانه في دور الثمانيه من المسابقه. كمان عايزين نفكر المشاهدين ان الاهلي تغلب على الترسانه بنتيجه 3-0 طبعا في المباراه اللي اقيمت بينهم على صاله الامير عبد الله فيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكانت الاشواط الثلاثه كالاتي: 25-13، 25-19، و25-18. على جانب اخر يعني كمان تغلب الاتحاد السكندري على هليوبلس بنتيجه 3-0 في المباراه اللي اقيمت بينهم في دور الثمانيه على صاله الدكتور كمال شلبي بالاسكندريه، وكانت نتائج الاشواط كالتالي: 25-21، 25-19، 25-21. طبعا وبكده النهارده هيلتقي النادي الاهلي مع الاتحاد في نصف نهائي المسابقه، واحنا موجودين طبعا حاليا في صاله هيئه قناه السويس علشان ننقل لكم كل كواليس المباراه انا وزميلي محمد توفيق. يعني كمان خلينا سريعا يا كابتن هيثم نفكر الساده المشاهدين بمشوار الاتحاد السكندري في كاس مصر لرجال الطايره دور ال 32. طبعا تم تجنيب القرعه هذا الدور، دور ال 16 الفوز على سموحه بنتيجه 3-1، دور ال 8 الفوز على هليوبلس بنتيجه 3-0. اما مشوار الاهلي في كاس مصر لرجال الطايره دور ال 32 الفوز على الشرقيه الدخان بنتيجه 3-0، دور ال 16 الفوز على طيران بنتيجه 3-0، ودور ال 8 الفوز على الترسانه بنتيجه ايضا 3-0. يعني استكمالا يا كابتن هيثم لاجواءنا وتغطيتنا هنا من مدينه الاسماعيليه، كنا متواجدين من بدري جدا في فندق اقامه الفريقين، الاهلي والاتحاد مقيمين في نفس الفندق، اجواء ولا اكثر روعه من كده، يمكن اجواء بين اشقاء، العلاقات طيبه جدا، يمكن زي ما كباتننا في الاستوديو قالوا اكثر من لاعب في نادي الاتحاد سبق لهم اللعب في النادي الاهلي، العلاقه بالاجهزه الفنيه اكثر من رائعه. عايز اقول لحضرتك اكيد الصور وصلت حضرتك كمان لتغطيتنا من هنا من مدينه الاسماعيليه، الفريقين تناولوا وجبه الغداء مع بعض، اجواء اكثر من رائعه، الجاهزين بيتكلموا مع بعض، اللاعبين بيتكلموا مع بعض، بيتناقشوا في المباراه بشكل انا اتمنى انه ده يسود في كل الرياضات مش بس كره الطايره، وده يكون السائد في الرياضه المصريه. كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي كان حريص انه يكون موجود مع الفريق هنا من بدري جدا النهارده في معسكره في اسماعيليه، كعاده دايما النادي الاهلي وادارته الفنيه والتنفيذيه دايما في ظهر كل الفرق الرياضيه ومساندين ليهم عشان دايما وابدا النادي الاهلي يبقى رقم واحد في كل الرياضات اللي بيخشها، وخاصه كره الطايره اللي متعودين دايما جدا ان فريق الطايره بالنادي الاهلي يحلق دائما ولا يهبط. ان شاء الله النهارده مجهود الفريق يكلل بالفوز والوصول للمباراه النهائيه، وانتظار الفائز بالمباراه اللي بعد كده هتبقى الساعه 6 ما بين الزمالك وطلائع الجيش عشان النادي الاهلي يحقق بطوله الكاس الرابعه على التوالي والثنائيه المحليه للعام الرابع التوالي. دي كانت اجواءنا وكواليسنا هنا من مدينه الاسماعيليه وداخل صاله هيئه قناه السويس. الكلمه ليك كابتن هيثم وضيوفك الكرام. محمد توفيق ورزان نصر بشكركم شكرا جزيلا من ارض الملعب، الحقيقه نقلتوا لنا طبعا الاجواء من هناك وخلاص يعني شايفين الفريقين يعني تقريبا حوالي 18 دقيقه وسنتطلق المباراه.